عليكم. انا خويا مضرورين من الماء ما كنشربوا وقت المدرسه، ملي يكونوا الدراري يقراو كنشربوا، هما اللي ما يكونوش الدراري يقراو وقت المدرسه ما كاينش الماء. علاش بالضبط وقت المدرسه؟ علاش بالضبط هذا الشيء؟ حيت مدخلين الماء للمدرسه من هاد الشاطو. دابا هاد الشاطو كيفرق على بزاف الفرق، كيفرق على القياده، كيفرق على دار الطالب، على الجماعه، كيفرق على الجماعه. ما كتبقاش النقطه هنايا والو. ندير مقالب اخر في الشاط والفوق هما يستافدوا من الماء، حنا ما نستافدوش. حنا ما مستافدين والو من هاد الشيء. كاع هادشي اللي داروا، هاد الدوار تحفروا لي جوج بيات، هاد الدوار تحفروا لي جوج بيات، السمان جوج بيات، حنايا ما محفور لينا حتى شي بيات. حنايا قال لك اودي انتمايا ما مصوتينش معانا، دابا ما كتستافدوا حتى من شي حاجه، من الجماعه والو. عمرنا استافدنا لا من دعم لا من شي حاجه، والو كيجيو هذاك الشيء ديال الدوله ديال المسنين ما كيعطيو لا الدوار والو. حتى المساعدات ما كتستافدوش منها. حتى المساعدات ديال السينما ما كيستافدوش منها. جوج ولا ثلاثة في الدوار اللي كيهضروا. كانوا مستحقين 20 ولا 30 اللي مستحقين. ما استافدوا، هو يزال هذاك الشيء المساعدة ديال رمضان، القبة الرمضانية ديال الملك ما استافدوش. والو، الدوار محصور. الدوار يزال باش يدوا، حنا ما شديناش حبة. السوق هنا عندكم السوق. عندنا السوق. شنو اش بينا وبين ما كيعمرش كبير؟ السوق عنده لا مدخول لا والو، السوق ما كيعمروش القبيله. علاش؟ السوق القبيله كتجيب الخضره ديالها من المارشي، هنايا كلشي كيبيع ويشرب في المارشي، نهار الخميس كيتم جاي مع خضرته والمسائل ديالو، السوق اخاوي. والجماعه ما باغاش تعمرو، كون باغا تجيو تعمرو الجماعه راه تعمر، تحبس بنادم باش يتسوق السوق. واش هما دايرين بزار واحد باغي يكفى في السوق؟ خاص يكون البزار، يكون الخضار، يكون بنادم كلشي يجي مقدم من برا. دابا الحريفيه واخا يجيب السلعه ما كتبانش. السلام عليكم. سير بخير. هاني شنو غادي؟ شحال منين جيتي دابا؟ ناري عطوك الماء سيمانة قطعوه لك ناري. هضرتو تكلمتو؟ شحال من كورة ما دوبتي بيتي ضربتي؟ بير واحد في ثلاثة دواوين. وهذاك البير ديال الجماعة ولا؟ الجماعة دايرة تما كتبقى في المواطن هو المواطن. هادو كلهم دابا شادين نوبانه وما ماكينش. وكان نشيط حقوقي يتدخل في القضيه هذه، وكنطلب من صاحب جلاله محمد السادس نصره الله اللي هو مربى من خطط مع الوزير عفوا مع رئيس الحكومه بالمخطط الاخضر، الى هو المخطط الاخضر. الناس راه غادي يهربوا للمدينه، الناس راه صافي غادي يمشوا مع حالاتهم عباد الله. كيما يعيشوا هنا دوار على قد الماء، والجماعه قريبه ليهم، وكيشوفوا فيها هادشي، وكيشوف فهاد المنكرات رئيس الجماعه، وكيسكت على هادشي. راه لا يعقل، راه لا يعقل عباد الله. وحنا ما غنسكتوش، ومازال كيما عيطوا عليا الاخوان، راه مازال غادي تجي كوفه اخرى ديال الحقوقيين او ديال الصحافه. راه ما غنسكتوش على هادشي، غير اما يقاد هادشي والمريض ما عنده باس، اما راه مازال غادي يشوف مسائل اخرى اللي ما غاديش ربما تعجبو. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كنشوفكم واقفين اليوم على شنو؟ مشيت ليها بالساق والمويض. شناهي؟ هذيك الرويزه اللي كاين في الزين. بالساق والمويض مشيت ليها بالساق والمويض، بالساق والمويض عاجبني بخمسه. ماشي انا واحد
انا هو خرجت وانا خرجت 40 12 كرم. علاش بالسبب السلامة تقول تخدم كاين مسائل ملي كانت الشغل الاخر كان كيحطهم لينا هنا في الجامع. خاصة بادي عندنا شي اعاد وخاص هو اللي يتكلم بداك الشيء اللي يجيبوا لينا اصحابو العروة ديالو. حتى شي حنا ماشي هنا قالت لك متعود خمسة تجيب مشى عليها 12 كرم ويطرى ماشي ماشي قانوني. اللهم باش تسمح لي حتى باش ما نجيبهاش. دابا الحال سخون كيفاش كديروا مع الماء؟ الحال سخون دابا شربوا ولا لا تشربش سير على عداله كاين الراجل اللي راه غايب خارج خدام وما كيمشي مع ديك السرويه خارج مشي تدم موضوع الشاطر اخر تحت لي على الجامع حدا الجامع والقياده كان كامل خدام وما كنوض مع 4 و5 في الجامعه تاني وتسيب قدامها اكثر من 30 عدال ولا 40 عدال. لو كان شنو دابا الناس زعما نشوف هنا بالبرامج ديالهم هنا باغيين يعمروا الماء الشاطر ما كاينش ما فين غيمشيو دابا؟ واخا يجيو صحيح انا كان انا حسيت جاه ما عندها شي سيزيرنا ما عندهاش كيما ديال السير السير راه عندنا حنايا 100 ديال 100 ديال 10 90 ديال ماشي مشكل ديال جماعه تعمر وتجي تخوي الدور على السكون نسول على وجه هو طوموبيل خدم وجه كاميو وجا راه عندنا كاميو ولكن ما غاديش نسول كاميو ديال الماء كاميو سكينه ديالنا اللي كاين ولكن ما كاينش غادي ديال ولكن غادي نعوضو ديال عادو ديالنا حنا من حاجه اخرى وحسب الحمايه اللي كانوا متبوعين اللي تابعنا غادي يصرفوا شي الديور مع كلمة دخلوش ليك وما دار لكم السقايا وفينا هو السقايا الماء اللي غادي يطلع السقايا فينا هو ما غاديش هو الشاب راه خارج الشاب راه خارج ملي كيكون البوليس شابة وممكن تكون مدرسة وممكن تكون مدرسة كاين حاجة تعليم سير ما تدبر على راسك ولا ما تدبرش الشاب ولا ما شافش واخا الموسم دابا هذا الوالي الصالح اللي كنشوفو دابا سي زويتينا معروف دابا يعني كيجيو الناس على طول السنة من الزوار من ما تخلي الناس منين تجي وكان الزوار انا ملي كيجيو واش كيقولوا ما كيلقاوش الماء. الساعة الماء راه كيكون كاين برا كاين موية الخايب كاين موية الخايب الناس باغي يديروا الخايب باغي يديروا داك الشيء وباغي بنادم يبان على بعضياتهم. وي انا ما دخلنا دابا غير نسجي دابا ما كاينش. المياميات دابا والله ما تدخل لي. دابا بيت الوضوء ديال الملحد ما كاينش فيه الماء. ماشي خاوي راه انا نعمرو نرمي. ملي خدم شادو كنا كنعمرو نرمي نخدم شوية. دروك المياميات ما تدخلش الحاجات راه ما فيهم مهم شيء. بنادم مكرفس واحد الكرفيسه اللي على كثر لو صايب الدري يجيب لك عدال صافي تحط لي عاد ديما يرجع يجيب لك عدال اخر خاصهم يجيك من الصباح ويجيك حتى الوقت. لا لا اللهم محمد رسول الله بنادم راه غادي يفوت راسهم من هذا البيض من بقى هو الدراوشه اما الناس اللي لاباس عليهم وفقر عين الله راه هزوا راسهم مشاو للمدينة راهم صاج راهم رشيد راهم دار بيضاء راهم لسه طوطشي الدراوشه راهم بقاو هنايا اللي ما عندوش مشاكل ديال بقى انا شادو شادو الزمان شادو الزمان شاري حمار حمار شحال هي وليت ما عندوش المدخول ما عندوش بانا تاعت الماء تاعت التبرك ديالها 500 درهم 600 درهم وليت تشرب صح تاعت الماء ما كاينش فيه حتى شي حاجه ولهاد الناس المواطنين انهم ضروريين ضروريين جدا عدد من السكان كاين هاد الدوار كتعيش فيه بعدا كاين قلاح ضرب 100 ديال الاسرى ديال السكان كل سكان فيه 10 وضرب 10 في 10 يتساوي الناس كلها تموت ب 14 الناس تركت المشيه تركت الكسيبه لاجل الماء ما كاينش كيهودوا الدوار الثاني الشاطئ الثاني كيردوا يقولوا سير عندكم بير ديالكم عندكم الشاطئ ديالكم هاد الشاطئ ما تستلمش حاجه يعني هاد السكان مضرورين مضرورين دوار زواتنا وزيد عليها دوار الوراقه ودوار العلاوزه هاد الشيء كله على بير واحد يعني دوار الوراقه فيه 500 سكان 500 مضربه في 10 شحال كتساوي؟ كتساوي 10000 راس 10000 راس تجي قدها كل راس كيضرب 4 يطر في النهار، إوا شحال ندير لما يوفي يطر هنا نجيبوها لي، العزوزة كذلك، زواتنا كذلك، هادو ثلاثة دور على مير واحد راه مستحيل هادشي عباد الله، راه مستحيل هادشي عباد الله، هاد الناس خاصهم يشوفوا حال المسكين ويشوفوا حال هاد الناس، راه الناس ضعافة، الناس راه سيرة كتهاجر، سيرة كتهم هنا، عدد من الناس من السكان هنا قبيلة 8 قرين كلها هاجرت، شي مسا الشطاط، شي مسا المرشيد، كل واحد جا، اللي عنده الإمكانيات وعنده المجهود عشرة والمسكين بحالنا هنا راه باقي كيموت راه باقي في الضياع ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى ومن السلطه المحليه ومن سيدنا جلاله الملك الله يبشر لنا ومن الاخوان ديالنا نطلبوا الله تبارك وتعالى
يعاونونا ويشوفوا الحال ديالنا. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. جماعة بنيافين بنات الرئيس هذا ما بقيناش كنشوفوا اصلا. رئيس الجامعة من نهار انتخابات انا بعدا انا ما بقيتش شحال من نوبة كنهبطوا كاع الجامعة وما كنصيبوش، كنصيبوا على النائب ديالو هو اللي كنصيبو. النائب ديالو الله يعمرها بها، السيد الله يعمرها بها، ما عمرناش شنو المشكل ما تلعب. ورئيس الجامعة ما انا ما بقيناش كنعرفو اصلا في وجهه ما بقيناش كنعرفو. رئيس الجامعة هو اصلا فلاح. كاينش اللي رخيص، كاينش الجامعة أصلا، طالما كاينش الجماع ولا شي حاجة حتى هو كيهضر، مكيكونش في الجامعة، ولا يوم الخميس، كيكون عامر الخميس هنايا، السوق ديال سيدي زويجينا، هذا كيكون هو حاضر، مكيهضرش، ما عمرو كيكون هو اللي ما عمركم تكلمتوا معاه وجدتي؟ ما عمرنا فين غاتكلم معاه فين غاتصيبو، هو ما كيجيش. أقول ما كيجيش كاع هنا؟ ما كيجيش هو هنايا كاع، راه كاين عندنا النائب ديالو هو اللي كاين. إلا بغيتي هو سي عبد العزيز ولا رشيد ولا عبد الدار ولا عبد الرحمن ولا عبد الرحيم ولا نصيب. لا النيابات الأولى كان في أيام الانتخابات ما كيحيدش من جماعة بنيامين كاع، ديما هو طالع ديما طالع هابط كاع، هو ما كيحيدش منا كاع، كيعرف الناس ما كيديا كيهضر معاهم، تم كيطالع هنايا الدوار كيهضر مع الصغير يهضر مع الكبير، مع باش يبين وجهه. وما بقيناش دابا شفناه كاع، ما بقيناش كنعرفو. الايامات الاولى كان كيهضر علينا ودابا مابقاش كيدوي علينا، علاش؟ واش كان باغي يمشي يشد الجماعه؟ ها هو شد الجماعه، شنو دار بها؟ شنو صور من هذه الجماعه؟ هو اصلا باغي على الفلوس، هو عنده الفلوس. اش دار اصلا المواطن؟ ما دار والو المواطن، المواطن ما استفاد منه والو، حتى حاجه ما استفاد منها. عاشد لينا الجماعه وكل. هذه الجماعه هذه واش دارت شي حاجه للمواطن في الايام ولا ما دارت شي حاجه؟ الايامات الاولى. مثلا شنو دارت؟ 30 عام كان رئيس مشعل. 30 عام كان رئيس مشعل الله يعمر هذا. الوقت اللي مشيت تسيبي مشي مع 8 الصباح تسيبي. الوقت اللي مشيت تسيبي مشايا. ومني طلع هذا الرئيس هذا طلع ضد. ما باغي حتى حاجة، ما باغي حتى حاجة من القبيلة. راه لا إله إلا الله. حنا ما كن حنا ما كنطالبوا حتى حاجة. باش حاجة الأسعار لا والو. الحمد لله. عايشين. ولكن الحاجه الوحيده اللي خاصنا خاصنا الماء. كنطلبوا من هذا الرئيس هذا كما قال في الاول، كما قال في الاول قال لهم انا ما نشربكم القطاع ما نشربكمش على الدخل. قال هو وراه كيشرب فينا في القطعه. اللي مني تولي المراه كضرب شكولوميط عاد تجيب عدد ديال الماء، داك العدد اش ما غدير به؟ شربوا لولادها تصبن به حوايج تولد به قيمات، اش غدير بهذاك العداد ديال الماء؟ شكون هما؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. كتشوف كاس قرعه الماء في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم حسن بسام فاعل جمعوي وناشط حقوقي من مدينه سطات. كنحيي كافه الاخوان داخل الوطن وخارج الوطن. جينا خويا هنا عيطوا لينا بالناس ديال هذه المنطقه ديال سيدي زويتينا، جينا باش نشوفوا على هذا المشكل اللي قالوا لنا ما كاينش. وفعلا جينا راه دخلنا هنا الفيسي باش نتوضاو كذا، ما لقيناش الماء وجينا شرينا معنا شرينا الماء باش نتوضاو على الوطن. الماء ما كاينش هذا، هذا بين الفكري هذا مرحل هذا بيت الوضوء ديال هذا الوضوء ديال المسجد هذا صار شهر ما كاينش الماء ياك. شرينا الماء على اساس باش نتوضاو مع الوطن. انا منكر هذا هو هذا رئيس الجماعه مربى من الى ما بغاش الاجر. حنا كنقولوا ليه من المنبر هذا راه اجر باش ديري ربما كاع الا ما بغيتيش دير حب الوطن ولا تقول كذا ولا خير ودير لك الاجر. هذا راه جابوك الله سبحانه وتعالى تقدر دير جوج بيات ما عندكش مشكل ياك. هذه هي الاستراتيجيه اللي كنقول ليه من المنبر. الا كنقول ليه ما بغيتيش ديري انا كنطلب من المحسنين واي محسن وشاف هذا الفيديو الله يجازيه بخير راه كيعرف سيدي زويتينا فين كاين يجي هذه المنطقه ديال سيدي زويتينا ويدير واحد البير ولا جوج ويبقى عنده الاجر اللي طول السنين وهذا هو الاجر اللي
مطلوب من جميع المحسنين اللي شافوا النداء يتدخلوا الله يجزيهم بخير وبغاو يساهموا ويديروا شي بير ولا يديروا شي فرقه جاريه راه هي هذه. وكنشكر صاحب الجلاله وكنطلب ليه من المنبر الشفاء العاجل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.